في بداية الاحتفالية والتي شاركت فيها عائلات فلسطينية من غزة أيضا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وأهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بكم، متشرف بوجودكم معنا هنا، وجميل قوي أن احنا في العيد في يوم جميل زي ده أن احنا نبقى مع الأسر، أسرنا، أسر أهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبداً ده، هنبقى دايماً يعني مش أنا بس، لا كلنا، كل سنة وانتم طيبين.